السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده هناخد نظام من انظمه التدريب الجديده وهي التري سيتس. يعني ايه تري سيتس؟ ده نظام مختلف من انظمه التدريب في الجيم، ممكن نستخدمه برضك بره الجيم، بس خلينا دلوقتي نتكلم عن الجيم. فهو بيكون مكون من 3 جلسات، كل جلسه مكونه من 3 تمارين. الثلاث تمارين بيبقوا على نفس العضله. يعني مثلا هناخد عضله زي عضله الكتف، فهيبقى فيها الشولدر بريس، هيبقى عندنا الكتف الجانبي سايد ريز، وعندنا الابر رايت رو. دي 3 تمارين بنعملهم على عضله الكتف، تمام، في جلسه واحده. هنكرر الثلاث تمارين دول كل جلسه، عندنا 3 جلسات. يعني كل جلسه السيت الاولانيه هنعمل فيها 3 تمارين، السيت الثانيه هنعمل فيها 3 تمارين برضه، السيت الثالثه هنعمل فيها 3 تمارين، 3 تمارين من غير راحه ورا بعض، تمام. اول تمرين فبنعمله ريبيتيشن بتاعته، الثلاث تمارين بنعمل نفس الريبيتيشن، بنعمل الريبيتيشن بتاعهم 12، تمام. الوزن بتاعهم بيكون صغير، بيبقى مثلا 5 او بيبقى 10 مثلا 10، تمام. بعد كده نخش على الجلسه الثانيه، الثلاث تمارين هم مفيش راحه، تمام. ما بين كل جلسه والتانيه في راحه من دقيقه لدقيقه ونص، تمام. دي خليها كده على جنب، يعني الراحه بتاعتنا ما بين جلسه والتانيه دقيقه لدقيقه ونص. الاولانيه اول جلسه ما نخلصها ناخد دقيقه، لان ما بنبقاش لحقنا نتعب. تاني جلسه ناخد دقيقه ونص عشان نخش على الجلسه الاخيره. طيب خلينا دلوقتي خلصنا الجلسه الاولى، بناخد الريبيتيشن بتاعتنا 12، التكرارات بتاعتنا 12، والوزن مثلا 10. طب الجلسه الثانيه الريبيتيشن بتاعتنا 10 والوزن 15. الجلسه الثالثه الريبيتيشن بتاعتنا 8 والوزن 20. بنقلل الريبيتيشن، نزود وزن او نزود الويت بتاعنا، تمام. بس هو ده النظام، واتمنى تكونوا استفدتم. شكرا، سلام.